من هي أو ما هي المرأة اللي تزوجها زير نسائي؟ شعور غالب عليها. والله شوفي، يعني عقب هالمسيرة الحافلة بالسيدات المتيمات وهالكارما التعبانة، يعني لا أستبعد إنه زير النساء بيتزوج بنت عمه، المرأة اللي راح يعني تختارها أمه، لا أستبعد. يعني هو شايف إنه البنات يعني مستقل فيهم، عرفتي؟ لا يثمن المرأة. ذلك في النهاية بتكون قصة الزواج في الغالب إذا صارت بتكون قصة مرتبطة بتقليد عائلي لابد أن يتم. فراح تحضر أمه وتختار له واحدة من بنات العائلة، وممكن يختاروا له أحسن بنت في العائلة يعني يخطبونها، وكذا تصير القصة. وبعدين عاد هي تفتح الدرج وتشوف الموضوع. يعني هو وهو يقوم بهذه الأدوار هو لا يبحث عن زوجة أصلا. هو ما القصة أنه هو قاعد يبحث عن زوجة عشان يقول هذه إيه هذه لا، أو هو قاعد يفتش في الكتالوج. هو مو قاعد يفتش في الكتالوج أصلا، هو ما فكر في الكتالوج أصلا، ما فكر أن الوقت لم يحن ولا واحدة. يعني هو يعني يهين كل هذول السيدات اللي يركضون وراه. هو لا يقدر الأبوات اللي قاعدات يركضون وراه، تالي مستبعد إن هو يتزوج من هذول السيدات. ما رسالة ظهور زير النساء في حياة الأنثى؟ أول شيء من المحتمل إنها هي تكون سايحة ونثتها زايدة، فبالتالي ما هي قادرة يعني تلفلف صواميلها وتوقف يعني تحمي نفسها وتنتبه. احتمال كبير إنها عندها طفولة تعبانة، وبالتالي علاقتها مع أبوها مع أخوانها، قصة الرجل في حياتها رديئة. فلما تشوف رجل كذا لماعي ويعني معاه فلوس يتكلم كويس وجنتلمان، تصدق يعني يعني تسيح عشان هذه القصة، يعني على طول تنصاد بهذه القصة. وعندنا الماتيريال للبنات اللي يبحثون عن الرجل الثري، برضو هذولا ممكنهم يجذبون هذا الرجل. سارة حبيبتي تقول ليش زير النساء ملاحقني رغم أني ما دخلت بموجة البنات اللي حوليه وما بطيقه، لكنه يترصدني رغم أني بصده. لأنك دخلتي لعبة البس والفار، تكلمت عنها في مقالة على الإنستغرام. هو مو الفكرة أنه أنت تصدينه أو ما تصدينه، هو الفكرة أنه ما المفروض أنه يكون محسوب أنك أنت تهجين وما تهجين، تبقين وما تبقين. لأنه أحد الألعاب اللي يقوم فيها لعبة البس والفار. عموما هذه أوسع، هذه ممكن يقوم فيها أشخاص أكثر، مو بس زير النساء، بس هذه من البرمجات اللي ممتعة يستمتعون فيها بعض النيام، يعني أو خلنا نقول كثير من النيام يستمتعون بقصة البس والفار. فأنتي دخلتي في الجرية. Oh my god، تقول إيش معناها صواميل؟ كل الشهر ما فهمتهم. الصواميل يا جماعة اشرحوا لها. شفتي لما يكون عندك حديدة وتبغين تشدينها، أو مسمار تبغين تشدينه، تحتاجين صامولة عشان تشدين الدائرة هذه الصغيرة اللي كذا تخلي الأشياء مركبة بشكل قوي. عاد يلا أخذ لك الشرح. البرغي تقصدون المسمار صح؟ يعني هو أخو المسمار اللي يجي مع المسمار اللي يلف حول المسمار هذا الدائرة. بس هو الفكرة إنه يشد، يخلي شيء بدل ما هو مرخي مشدود، الشيء اللي راكب مع بعض كذا بدل ما هو مرتخي بيطيح يشده يخليه مكروب كذا. أيوة زي الخاتم بالضبط. هل يحزن زير النساء على فراق امرأة أحبته وهو لم يحبها، أو هل كبرياءه يتأثر؟ لا يعني الموضوع مو عميق، هي قاعدة تصيح في بيت أهلها ومصدومة، وقاعدة تحضر الكورس التعلق، ورايحة لطبيب نفسي وجهة اكتئاب وتاخذ أدوية وتمر في حالة تشافي وقدمت استقالة، وهو الموضوع جدا سطحي بالنسبة له. قلت لك بطارية وراحت، لا أقل ولا أكثر، يعني ما الموضوع مو مهم كثير، هو متعود على هالقصص هذه.
يشوفوا نموذج فاطمة تقول أحبه جدا وعارفة أنه زير نساء. هذا والله يوجع يا فاطمة أنك تعرفين، هذا يوجع وهذا يعني يوحش أنه الكارما يعني ما راح تلعب. تقول إيش كيف أتوقف عن حبه؟ أول شيء أبغى أقول لك موضوع أني أحب وما أحب هذا مشكوك فيه، بس استخدامنا للمصطلح هو مضروب شوية. أنت ما تحبينه، أنت معجبة فيه، معجبة فيه. يعني لو جاء زير النساء الآن جاء ودخل معانا بث وكذا، إحنا يمكن كلنا نعجب فيه. يعني طريقته أكيد بتكون طريقة جذابة وكذا، وبيتكلم في المشاعر يعني يعرف يخاطب المرأة. فأنت معجبة فيه أكثر ما أنك أنت تحبينه، هذا مهم، لازم تعرفين هذا الشيء. الشيء الثاني أنه أنت ممكن تسوين تمارين وتطبيقات عشان تقطعين هذا. هو برنامج، هو برنامج، أنت علاقتي في هالبرنامج زي لما تشبكين السلك في مكان غلط، أنا أفصل لك الفيش. أنت شبكتيه غلط وقلت وشلون وش نسوي الفيش شبكناه غلط، وش أقول لك أفصل الفيش. عندنا جلسة التعلق فيها تمارين وتطبيقات تساعدك على أنك أنت تفصلين الفيش، تفصلين الفيش، ما عاد في طاقة خلاص. ليدي حبيبتي تقول هل الأنوثة الزايدة تجذب زير النساء؟ أكيد بدون أدنى شك من الممكن أنها تجذب زير النساء، لكن زي ما قلت لك الزواج لا يتم، الزواج لا يتم. خلنا نأخذ أسئلة من التيك توك. أريد عند 142 ألف لايك. Thank you، شكرا جزيلا. زير النساء هل ممكن يقع في حب حقيقي؟ إحنا شوفي بغض النظر، يعني شفتوا كيف النساء يعني يفكرون، بغض النظر هو بيتزوج ولا ما راح يتزوج، في النهاية هو بيقفل الملف صح ولا بيقعد يقول أنا أحبك يعني كذا إلى عمر 70؟ بياخذ خطوة بيتزوج بيبني حياة مشتركة ولا قاعد يستهبل يمرر عمرك كذا على الفاضي؟ هذا اللي أبغى أجاوب عليه. هو ما راح يتزوج، هو مش ماتيريال زواج. هل هو حب حب حقيقي؟ هل هو يعتقد إنه حب حب حقيقي؟ هل كان في واحدة من القصص والله أعمق من الثانية؟ ممكن، ممكن. هل في قصة كانت يعني أهم من غيرها؟ ممكن، بس في النهاية مو ماتيريال زواج. كيف نعاقب زير النساء؟ هو الموضوع مو عقاب، هو يعني طبعا لانه انت زعلانه لانه سحب طاقتك واستغلك وكذا، فانت بهالمنطق. انا منطق الشخص المشاهد انه هذه كانت تقبل انها تحصل على طاقه معينه، طاقه مخادعه يعني منه، وهم اتفقوا بطريقه ما انهم يلعبون هذه اللعبه ويعيشون هذه القصه. وهو قد يكون مريض، طيب، وهي قد تكون مريضة، ما نعرف وش القصة، بس يعني ما في أحد منظلم في القصة. المهم أنه أنت توقفين تركضين وراء زير النساء، هذا هو المهم، هذه القصة المهمة، أنه توقفين تبطلين تعطين طاقتك للشخص اللي أنت ما تبغين تعطينه طاقة، ما يخدمك، مو مفيد، قصة مو مفيد، ما هي قصتك، ما هي قصتك. زير النساء القصة قصته، ما هي قصتك، ما هي قصتك. ما تبغين تعيشين ما تبغين تعيشين على الهامش، تبغين رجل يحطك في القصة لاعب رئيسي، ما تبغين زير النساء يحطك على الهامش. هل تنصحين العزباء تتزوج ومنفصل عنده أطفال ويتضح لي أنه رجل صالح وأخلاقه يشهدون له كثير عليه؟ أفلان حبيبتي ما يعني هالموضوع ما أنا ما لي رأي فيه، يعني في النهاية الموضوع مرتبط بأنتي وش تبغين، هل في توافق، هل الشعور طبق ولا ما طبق، هاي كلها يعني هل الروح عرفت ولا ما عرفت، فكل الأشياء الثانية ما لها دخل.